السلام عليكم أعزائي المشاهدين. أجواء باردة والرياح شمالية غربية لمتغلبة الاتجاه خفيفة لمعتدلة السرعة، تتراوح سرعتها ما بين 10 إلى 30 كيلومتر في الساعة. وأيضا أعزائي المشاهدين، متوقع تكون الضباب على بعض المناطق وفرصة لتكون الضباب وانخفاض في مدى الرؤية الأفقية لأقل من 1000 متر لدى النوه مرتادي الطرق السريعة، أنهم يديرون بالهم أثناء القيادة. تعرف على تفاصيل أكثر الطقس الحالي في مدينة الكويت. أجواء باردة والرياح غربية سرعتها 5 كيلومتر في الساعة. درجة الحرارة الحالية 18 درجة مئوية، رطوبة نسبية مرتفعة 62%، أما الرؤية الأفقية لا تزال جيدة في مدينة الكويت تزيد عن 10 كيلو. صور الأقمار الصناعية توضح تأثر دولة الكويت بامتداد مرتفع جوي مؤثر علينا وراح يستمر معانا خلال 24 ساعة القادمة. ليلة أجواء باردة واستمرار للرياح الشمالية الغربية خفيفة لمعتدل السرعة، تتراوح سرعتها بشكل عام ما بين 8 إلى 28 كيلومتر في الساعة. وأيضا أعزائي المشاهدين، متوقع فرصة لتكون الضباب على بعض المناطق وانخفاض في مدى الرؤية الأفقية لدى النوه مرتادي الطرق السريعة، أنهم يديرون بالهم أثناء القيادة. ودرجات الحرارة متوقع في منتصف هذه الليلة مدينة الكويت 15 درجة مئوية، المناطق الغربية من دولة الكويت السالم الشقاية قد تصل إلى 11 درجة مئوية، ولكن درجة الحرارة المحسوسة قد تصل إلى 9 درجات مئوية. في مساء الغد أجواء معتدلة واستمرار للرياح الشمالية الغربية خفيفة لمعتدل السرعة، تتراوح سرعتها بشكل عام ما بين 10 إلى 32 كيلومتر في الساعة. ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة في مساء الغد مدينة الكويت 22 درجة مئوية، بالنسبة لجزرنا الشمالية وأربا وبوبيان وفيلتشا متفاوتة ما بين 19 إلى 21 درجة مئوية. الأجواء البحرية بشكل عام خلال 24 ساعة القادمة، حالة البحر خفيف إلى معتدل الموج وارتفاع الموج من 1 إلى 3 أقدام. مواقيت بإذن الله على حسب التوقيت المحلي مدينة الكويت، موعد أذان الفجر في الساعة 5:07، موعد شروق الشمس في الساعة 6:32، أما غروب الشمس في الساعة 4:50. الطقس المتوقع في مدينة الكويت خلال 5 أيام الغادمة إن شاء الله أجواء معتدلة خلال فترة النهار، ولكن راح تكون باردة خلال فترات الليل مع استمرار للرياح الشمالية الغربية مستمرة معانا أعزائي المشاهدين حتى بداية الأسبوع المقبل، تكون خفيفة لمعتدل السرعة بوجه عام ما بين 10 إلى 30 كيلومتر في الساعة. ولكن أعزائي المشاهدين، متوقع تحول الرياح إلى رياح الكوز جنوبية شرقية ابتداء من يوم الاثنين وتستمر معانا حتى يوم الثلاثة. ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة بشكل عام متفاوتة ما بين 20 إلى 23 درجة مئوية، بالنسبة للصغرى متفاوتة ما بين 8 إلى 9 درجات مئوية. ولكن أعزائي المشاهدين، درجات الحرارة المحسوسة قد تقل عن ذلك ما دون الدرجتين مئويتين. وأيضا أعزائي المشاهدين، فرص أمطار الخيل تعود مجددا مع نهاية الأسبوع المقبل. إلى هنا تنتهي نشرتنا الجوية، شكرا على حسن المتابعة، والآن مع درجات الحرارة حول عواصم العالم.